وسط بلاد الحكايات خلف الجبال البعيدة مدينة جميلة فيها أسرار كثيرة. يعيش فيها أصدقاء متحابون لديهم قصص كثيرة يروونها لنا. إنها مدينة الرياضيات، مدينة الأسرار والعجائب. هيا لنركب قطار الأعداد الذي سيأخذنا للتعرف إلى أصدقائنا الجدد. مع إشراقة شمس الصباح بدأت رحلتنا لهذا اليوم للتعرف إلى أصدقاء جدد. ها هو أول الأصدقاء، إنه بانتظارنا، تعالوا نتعرف إليه. مرحبا، عرفنا بنفسك. أهلا بكم يا أصدقاء، أنا العدد 5، أعيش هنا مع بقية أصدقائي. هذا هو شكلي وأشبه الدائرة. أدل على 5 أشياء فقط: 5 بطاريق. هيا لأصطحبكم برحلة في قريتنا الجميلة وأعرفكم بها. هيا بنا. هذه مزرعتنا الجميلة، فيها حيوانات أليفة نستفيد من حليبها وبيضها. هذا قن الدجاج، خرجت الدجاجة الأم تنادي صيصانها من أجل تناول الطعام، فجاءوا بسرعة. 1 2 3 4 5. لنكمل رحلتنا في هذا الاتجاه. بكل سرور، هيا بنا. لاحظوا معي، يوجد مجموعة من الأرانب تركض في الغابة. 1 2 3 4 5. ما أجملها! أما طريقة كتابتي، خط مغلق. لنقم بتلوين الكرات وكتابة العدد المناسب: 1 2 3 4. كرات حمراء. سأقوم بتمثيل العدد 5 على الأصابع. 5 أصابع. إنه علم بلادي الذي أفتخر به، فيه نجمتان خضراوان، في كل نجمة 5 رؤوس. شكرا لك أيها العدد 5 على هذه الرحلة الممتعة. لقد سررت برؤيتكم كثيرا. يود صديقي الذي يسكن بعدي مباشرة التعرف إليكم، ألا تودون ذلك؟ بكل سرور. أنا العدد 6، وآتي بعد صديقي العدد 5 مباشرة في الترتيب. هذا هو شكلي. أهلا بالعدد 6، ما أجملك! أدل على 6 أشياء: 6 دلافين. سأقطف لكم التفاح اللذيذ من الشجرة. 6 تفاحات في السلة. ما هذا أيها العدد 6؟ إنها خلية نحل تعطينا العسل اللذيذ، الدواء الشافي. تعمل النحلات بنشاط لصنع العسل. ها قد جاءت العاملات النشيطات. 1 2 3 4 5.
ست نحلات جميلات يجنين الرحيق. سأقوم بتمثيل العدد ستة على الأصابع. ستة، ستة أصابع. سأحدثكم ماذا فعل عبقور في يوم العطلة تحضيرا لعيد ميلاده. قام عبقور بتزيين بيته بمساعدة والدته تحضيرا لحفلة عيد ميلاده، فزين غرفة الاستقبال بحبال الزينة، وعلق ستة بالونات خضراء، ودعا أصدقاءه الستة لحضور الحفلة، فأطفأ عبقور شموع عيد ميلاده، فأصبح عمره ست سنوات، ست شمعات. وقام بفتح الهدايا الست التي أحضرها الأصدقاء، فكانت الهدايا كرة، مكعبا سحريا، وعلبة ألوان، وآلة موسيقية، مضارب، ودبا صغيرا. فرح عبقور بهذه الهدايا وشكر أصدقاؤه كثيرا. سأشرح لكم طريقة كتابتي. خط مستقيم من اليسار إلى اليمين، ثم خط مستقيم نحو الأسفل. سأقوم برسم أشياء بقدر العدد المكتوب. خمسة، خمسة فئران. ستة، ست دعسوقات جميلات. هذه تمثل لوحة العشرة. بإمكانك الآن أن تعد لنا هذه المثلثات. بكل تأكيد. أربعة مثلثات، خمسة مثلثات، ستة مثلثات. قاربت الشمس على الاختفاء خلف الجبال البعيدة. لقد سررت بالتعرف إلى العددين خمسة وستة. هناك أصدقاء جدد سنتعرف إليهم في رحلتنا القادمة. فمدينة الرياضيات مليئة بالأصدقاء الرائعين. إلى اللقاء.